هذه سيارة مدينة، يعني وضحت في البداية أنه سيارات المدينة اللي هو الاقتصادية وهي أنسب حاجة لمدينة الرياض. مشكلتنا التبغير ما عرفت أقدر. أنا راح أستخدمها داخل مدينة الرياض، إذا ضواحي مدينة الرياض ما عندي مشكلة أستخدمها فيها، لكن السفر مثل منطقة من الرياض للحجاز هذه مستحيل. مبدئيا وفي توجه من المملكة أوريدي عشان السيارات الكهربائية تمام والطاقة النظيفة، وده موجود في 2030. عندي سيارة تستهلك بنزين قرابة 1800 إلى 2000 ريال للبنزين طوال الشهر، سيارة جيب داخل مدينة الرياض، بس طبعا تعرف مدينة الرياض مزدحمة بشكل كبير، فأي سيارة بنزين راح يكون حتى لو هي اقتصادية راح تكون صرفيتها عالية.